أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. سعيد دائما متواجد معك خلال هذا البرنامج. الله يحييك. بوغازي عندك الرياضي؟ إيه نعم، هذه طبعا مجلة الرياضي، جريدة رياضية أسبوعية مصورة، خميس 18 أكتوبر 1973، عنبر، ذكريات رياضي عبد العزيز العنبري، نجوم الملاعب، صورة غلاف لاعب جواد عاشور. جواد عاشور لاعب نادي العربي، جواد عاشور لاعب نادي العربي ومنتخب وطني، منتخب الأهلي. منتخب الأهلي لازم ايه. طبعا صورة غلاف جواد عاشور من اللاعبين الذين صالوا وجالوا في الملعب. صحيح. وكان أحد أعمدة نادي العربي، لعب في خط الوسط، فكان يعني من نجوم الفريق حتى وقت قريب، ولكن هبط مستواه بعد إصابته، فهل يعود يمسك العصا مرة أخرى؟ اللي كان مشترك معاه بالإصابة هذه فتحي كميل، سببت له عوار بالظهر للكابتن جواد عاشور في منتصف السبعينات، وراح نادي فهيل كنا موسم أو موسمين، ورجع بعدين بطل واتجه للتحكيم وتعملق في التحكيم ولقبه بالإمبراطور. طبعا نتمنى له الشفاء العاجل، هذا لقاء مع إن شاء الله يعطيه طول الصحة، طول العمر. عبد العزيز العنبري، لقاء نادر 1973. شوفوا بسعود هنا صورته ايه. قبل الدوحة، قبل 74. أي سنة هذه؟ 73. هذا 73، هذا مع انطلاقة عبد العزيز العنبري، أكتوبر 73. عزيز القارئ، هذا فتحي السواح طبعا نجوم ملاعب، يعني يقول لقاءنا هذا الأسبوع مع نجم صاعد فريق كرة القدم بنادي الكويت. صحيح. شوف مو على المنتخب، فهو من اللاعبين الذين يمتازون بالجهد الوافر والقوة في التسديد، يمتاز المراوغة المجدية والتسديد بكلتا الغدمين اللتين تعرفان طريقة للمرمى، ينتظر له مستقبل عريض في سماء الكرة. إنه عبد العزيز عنبري، نجم هجوم نادي الكويت. اسم بالكامل عبد العزيز سعود عبد الله العنبري، 18 سنة، موظف بوزارة الصحة، بدأ يعني ممارسة كرة القدم بالشوارع، ثم التحق بنادي الكويت بفريق الأشبال، كان عمره 11 سنة. الموسم الماضي أخذ فرصته كاملة في نادي الكويت، طبعا أول مباراة مثل فيها نادي الكويت ضد نادي الساحل الموسم الماضي، وفاز نادي الكويت 2-0. أحب الأندية طبعا بعد نادي الكويت، أحب نادي القادسية بعد الكويت. أيوة سعود، عاد الحين ما يدرى قدساوي بعد المنافسة. أي صحيح، ترى حتى أنا قدساوي أحب الكويت بعد القادسية، تشجع نادي الكويت. أي والله، يعني أنا بعد يعني حتى الحين في ظل المنافسة بين الكويت والقادسية، لكن أنا يعني نادي الثاني نادي الكويت. طبعا نادي الكويت قدم نجوم، أنا الوالد ترى كويتاوي، طبعا معروف العائلة كلها كويتاوي. إيه، بس نطالع على خوالك. أتعاطف مع نادي الكويت، ونادي الكويت فريق كبير صراحة. صدقك أنت، يعني نادي فريق كبير. نادي الكويت أي سنة اللي خذ 3 بطولات؟ 78 76 عفوا، حقق ثلاثية، دوري، كاس. إيه؟ دوري مشترك. ونادي الكويت يا أخي يعني سيستم معروف، يعني يشتغل من أيام من زمان، وهو نادي سيستم يشتغل، يكافئ المنجز ويعاقب المتخاذل أو اللي يعني ما يؤدي أداء، يعني ما عنده واسطة في المجال، في مجال سمعة النادي. قدم رجالات الكل يشهد لهم يعني بالكفاءة، قدم نجوم في الملاعب سواء قدم سلية طائرة، محري، الحميضي، عمعي ثنيان الغانم، الصقر، محمد صقر. صحيح. مرزوق الغانم، مسي عليه بالخير، ما بينسى والله. طبعا وعبد العزيز مرزوق لا تنسى، مشعان الخضير، ابو فهد يعتبر يعني مشعان خضير، مشعان خضير، مشعان خضير، مشعان صحيح ما ننسى. يعني مجموعه رائده فعلا، يعني من يعني رواد يعني كره القدم في الكويت، والجيل اللي فعلا وضع الاساس الاول لكره القدم. اكيد. ايش رايك نطلع فاصل وغادي اخذنا يعني سرحنا من نادي الكويت. إيه وما اعزائي المشاهدين، لا توعدون، خليكم معنا فاصل قصير ان شاء الله وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول عن عبد العزيز العنبري. طبعا احنا قلنا اللي خلالنا الشط هو قال أحب نادي القادسية بعد نادي الكويت. صحيح. قال هل تحب تلعب نادي القادسية؟ قال لا. قال ليش؟
قال نشأت وصقلت في نادي الكويت، فهو الذي جعل مني لاعبا لكرة القدم، وما أنسى فضل نادي الكويت علي. أكيد هو 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 من سكان كيفان، وكل يعرف يعني هاي كيفان يعرفون ملعب أبو سيدة، واللي قدر يخرج من مجموعة من اللاعبين من ضمنهم عبد العزيز العنبري. نعم طبعا أكبر هزيمة يعني تعرض لها ويلعب مع فريق نادي الكويت 3-1 من السالمين الموسم الماضي، مباراة ما فارقت ذهنه، مباراة طبعا يوم السبت الماضي مع نادي فهيل، وفاز عليه نادي الكويت 7-0. طبعا الأسباب يعني تفاهم أنه فازوا على فهيل 7-0، يعني تفاهم لاعبي نادي الكويت وارتفاع اللياقة البدنية والفنية، طبعا هذا نتيجة التمارين جدية في التمارين. يعني هنا يقول لاعب العالمي تتمنى أن تصل لمستواه، يقول زبيو لاعب العربي إبراهيم الخشرم، ومن اللاعب اللي يعجبك فاروق إبراهيم. اختيارات موفقة صراحة. نعم. أبو سعود يعني يقول له هل عرفت اللاعب إبراهيم الخشرم عن قرب؟ قال له نعم لقد عرفته، وأنا ما زلت شبلا في النادي الذي أمثله ويمثله في الفريق الأول، كان هو ربع من الأشبال. صحيح. كان الخشرم. يقول له شو رأيك إبراهيم الخشرم؟ حقيقة رجل ممتاز بما تحمله هذه الكلمة معاني، فقد كان ذو أخلاق عالية محب الجميع كلاعب. يقول لاعب موهوب يحقق الأهداف في أي وقت من أوقات المباراة، ويشجع الناشئين ويدعمهم ويأخذ بيدهم. طبعا يقول لعبت معاه في الموسم الماضي، لعب معاه في مباراة الساحل وكان خير عون لي والفريق. يقول له طبعا صار لك موقف معاه حقيقة، يعني يقول عندي مواقف كان يقدم لنا جميعا توجيهات سليمة، يعني هذه مواقفي معنا كان يدعمنا. طبعا يقول هل تعتقد أن الكرة أعطت الخشرم بقدر ما أعطاها؟ يقول أعتقد أنها أعطته بقدر ما أعطاها. يعني تكلم عن الجمهور، وتكلم طبعا عن أمور يعني أخرى كثيرة، لكن هذه صورة أنا عجبتني، يعني هذه صورة جميلة لعز عنبري الوسيم. إيه أبو سعود صراحة صورة يعني نادرة للكابتن عبد العزيز العنبري. يعني إن شاء الله أتمنى أن المخرج إن شاء الله إن شاء الله يسوي لها زوم. طبعاً إحنا تكلمنا مرة عن دوري عمان، يعني صحيح كان يصير بالكويت، بالكويت دوري. يعني. هذا دوري اليمن كذلك بالكويت يعني، يعني فاز طليعة اليمن بكأس ثورة 14 أكتوبر، شهد ملعب نادي كاظم مساء الأحد ماضي أكبر تجمع لشباب اليمن ديمقراطية احتفالاً بالذكرى العاشر لثورة 14 أكتوبر خالدة. هذه طبعاً تغطية المباراة. طبعاً احترنت فعلاً ملاعب الكويت، طبعاً الجالية اليمنية ترى الكرة اليمنية والعمانية انطلقت من الكويت. صحيح صحيح كانت موجودة هنا بالكويت، كان حضرون الصغراء. نعم. وقت التتويج طبعاً بغازي احنا وصلنا التجوري الحين. اي نعم ان شاء الله التجوري. شوف هذه انا بعرض هالصورة، هذه هذا النادي الشرقي. ايه زين هذا النادي الشرقي زين، صورة عمرها 16 سنة خصمها من 73. صحيح يعني 57 يعني 57 عدل. صحيح 57 هذه تضم منتخب الجزيرة والعروبة في البصرة حينما لعب ضد فريق منتخب نفط العراق سنة 56. صحيح. وتضم هذه الصورة رجال الآن في مراحل حساسة مثل عبد الوهاب العوضي، محسن الفارس، وعثمان الراشد، اللاعبون عبد المحسن الفارس، علي ناصر، خليفة شطي، عبد الله أبو عنبر، عثمان الراشد، عبد الكريم خادم، عبد الوهاب العوضي، محمد الصومالي، عبد الله رشيد، إبراهيم الكردي، سعدي عبود، يوسف زيدان، عبد السلام الياقوت، وعباس غروم. هذا منتخب نادي العربي نادي العروبة. نعم. والجزيرة. إيه هني طبعاً يتكلمون عن تأسيس نادي الشرقي كذلك، يعني يقول عبد المحسن المضاف، عبد الله المضاف، محمد جاسم، وحسين قبازارد، يعني عبشل عبشل، يعني مجموعة. هذه طبعاً صورة جميلة ونادرة طبعاً، لكن هذا إحنا نتكلم عن منتخب منو الجزيرة ومنو قلنا. والعروبة. منتخب الجزيرة والعروبة سنة 56. 56 ما شاء الله. الصورة الجميلة هذه للعروبة والجزيرة كان في البصرة سنة 1956. نصل أعزائي المشاهدين نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، مع السلامة.